انا هقول لان طبعا طيب، وانا بس بتكلم في النقطه بتاعت اللي الوزير سامح اتكلم فيها. تقولي لي طب انت كنت راضي عن الاعلام وتناوله لمشاكلنا مع الاخرين 100%؟ ايه؟ لا، لا بحب طولة اللسان ولا بحب الاساءه ولا بحب ابدا. يعني انت تفضل تسئ لي وتطول لسانك عليا وانا اسكت؟ ايوه. يعني انت تفضل تمكر بيا وانا دافع؟ ايوه. كل ما تغضب تعمل ايه؟ نشتغل. تشتغل اكتر. كل ما تغضب تشتغل اكتر. كل ما يجرحوك تشقى اكتر.